الأعلى التي هي في الجيش. عمل إن نجعل لي لا في نكرة مفردة إن جاءتك أو مكررة فانصب بها مضافا أو مضارعة وبعد ذاك الخبر الرابعة وركب المفردة فاتحا كلا حول ولا قوة والثاني جعل مرفوعا أو منصوبا أو مركبا وإن رفعت أولا لا تنصيبا ومفردا معتل مبني يلي فافتح أو ينصيبا أو يرفع تعدلي وغير ما يلي وغير المفرد لا تبني وانصبوا أو يرى العقصدي والعطف إن لم تتكرر لحكما له بمال نعتر الفصل تما وأعطل مع همزة استفهام ما تستحق دون الاستفهام وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر إلى المراد مع سقوطه وهر. لأن في الجنس وتسمى للتبرئة وشبهت في عملها بإن قالوا الشيء يحمل على نظيره ويحمل على ضده إن موغل في الإثبات ولا موغل في النفي حمل الشيء على ضده عملت عملها إن تنصب الاسم وترفع الخبر تشبهها من وجهين آخرين إذا خفت إن صارت إن حركة في السكون ولا حركة في السكون بينما شبه آخر يختصان بالدخول على الأسماء. المشبه بالشيء لا يكون مثله تماما إلا تعمل دون شروط تعمل في النكرة وفي المعرفة ولا عملها مقصور على النكرات لا تعمل المعرفة إلا يوصل بينها وبين اسمها وتعمل فيه تنصبه ولا إذا فصلت من اسمها لا تعمل فيه. وبالجملة لأن في الجنس إذا استكمل 7 شروط كان صار إعمالها واجبا أن تكون نافية والمنفي بها الجنس وأن تكون نصا في النفي وأن لا تتكرر وأن يكون اسمها وخبرها نكرتين وأن لا يوصل بينها وبين اسمها وأن لا يتصل بها حرف لا يسبقها حرف جر مثل قدمت بلا زاد وغضبت من لا شيء يبطل عملها في هذا. إذا استكملت هذه الشروط 7 صار إعمالها واجبا. لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله. قال عمل إن نجعل للا في نكرة مفردة جاءتك أو مكررة لكن بينهما تفصيل. إذا كانت مفردة واستكملت الشروط الأخرى صار عملها واجبا وإذا كانت مكررة صار عملها جائزا. لك تقول لا رجل ولا امرأة في الدار ولك تقول لا رجل ولا امرأة في الدار. النص لا حول ولا قوة إلا بالله بإعمالهما. والآية من بعد من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة بطل عملها بسبب تكرارها والبعض أعملها. عمل المفردة نصب بها مضافا أو مضايعة نصب بها المضاف إذا كان اسمها مضافا أو شيء مضاف عملها بها النصب وهو معرب. تقول لا طالب علم محروم مضاف طالب اسمها منصب وعلم مضاف هي محروم خبرها. والشيء المضاف تقول لا طالعا جبلا كسول لا حسنا عمله مبغوض لا خيرا من زيد بيننا. شبه المضاف هو اسم اتصل به ما يتم معناه اسم انتصب به اسم انتصب به او اسم رفع به او اسم انجر بحرف جر تعلق به من لا خيرا من زيد بيننا. وبعد ذلك الخبر كن رافعا قال رحمه الله وركب المفردة فاتحا اذا كان اسمها مضافا او شبيها فهو منصوب. إذا كان مفردة قال ركبه معها تركبة تركيبة 15 تقول لا رجل في الدار لأن في الجنس لأن في الجنس رجل اسمها مبني على الفتح موضع نصب في الدار جار ومجرور متعلق بحرف الخبر نقول وركب المفردة فاتحا صح. إذا كان اسمها مفردا وهو فيها الباب ما ليس مضافا ولا شبيها فإنه يبنى على ما ينصب به فيبنى على الفتح نحو لا رجل ولا رجال ويبنى على الياء في نحو لا مسلمين أو لا مسلمين ويبنى على الفتح وعلى الكسر في نحو لا مسلمات أو لا مسلمات في أرض كفار يبنى على الأصابع وركب المرادة فاتحة كلا حول ولا قوة. إذا تكررت قال لك إعمالهما معا وإلغاؤهما معا وإعمال إحداهما وإلغاء الأخرى فإن عملت الأولى قلت لا حول ولا لك في الثانية أن تقول لا حول ولا قوة أعملت الثانية كما أعملت الأولى ولك أن تقول لا حول ولا قوة بنصب الثانية إتباعا لمحل اسم الأولى لأنه مبني على الفتح في محل نصب.
لا حول ولا قوة لا نكر الجنس. حول اسمها مبني على الفتح في موضع نصب. قوة قوة أتبعته لمحل اسم الأولى. ولك تقول لا حول ولا قوة بإلغاء الثانية أو إعمالها عمل ليس أو زيادتها. أظهر لما بعدها مبتدا. إذن إذا أعملت الأولى عملت الأولى صار لك للثانية وجه ثلاثة وجه. الإعمال والنصب ورفع ما بعد إلغاء رفع ما بعدها. رفع معطوف على محل لا واسمها. لا الأولى واسمها في محل رفع وقع في محل رفع محل مبتدا. ولك أن تقدرها عامل عمل ليس. العامل عمل ليس ترفع الاسم وتنصب الخبر. ماذا؟ أو ألغيتها فما دام مبتدا. أها زيادة تقدم زائد. فإن عكست فإن عكست أهملت الأولى لك في الثانية وجهاني. الثانية عند إهمال الأولى. واثنان في الثانية عند إهمال الأولى. على قوله وركب المردفات عنك لا حول ولا قوة. والثانية على مرفوعا أو منصوبا أو مركبا. وإن رفعت أولا لا تنصب بل ارفع وافتح.